السلام عليكم، انا امينه من مدينه صفو، استاذه بالتعليم الابتدائي بمديريه تينغير. الان نحن نتواجد بمضايق تودغا، بالضبط في نواحي تينغير. صراحه ليست اول زياره لي لهذه المضايق، ولكن تقريبا الزياره الثانيه او الثالثه، والتي تعتبر من المناطق السياحيه الجميله بامتياز، تستقطب السياح من خارج الوطن وكذلك السياحه الداخليه من داخل الوطن. ومن موقع هذا اشجع جميع المغاربه والجميع كل على زياره هذه المضايق والتمتع بجمالها وبرونقها، وشكرا للجميع. تعالي يلا تحية با حميد. السلام عليكم. أتغير الزر التليفون وصافي. يلا تحية باش.
ما تعناش انغاش انغاش الله يقوم الله غريب